اعتقال 4 أشخاص من ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمراكش أثناء أدائهم صلاة التراويح بالشارع، فيما لاذ آخرون بالفرار. قامت عناصر الدائرة الأمنية 6 قبل ساعات من ليلة اليوم الأربعاء 21 أبريل الجاري باعتقال 4 أشخاص بتهمة انتهاك حالة الطوارئ الصحية وقرار حظر التجوال لأداء صلاة التراويح بالشارع العام. وكان مجموعة من المواطنين خرجوا لأداء صلاة التراويح بالقرب من مسجد الرحمن بشارع الساقية بحي سيدي يوسف بن علي القديم، قبل أن تتدخل عناصر الأمن بقيادة رئيس المنطقة الأمنية 2 وتقوم باعتقال 4 أشخاص منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار. وحسب موقع المراكشي فقد تم اقتياد المعنيين بالأمر إلى الدائرة الأمنية 6 لتحرير محاضر بالإيقاف قبل إحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية لوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم على النيابة العامة المختصة. هذا ويشار إلى أنه ليلة أول أمس الثلاثاء قام عشرات من ساكنة قبور شو بالمدينة العتيقة بإقامة صلاة التراويح في الشارع العام، ما وجه باستنفار أمني كبير جدا عمد فيه رجال الأمن إلى تطويق المصلين واعتقالهم بعد انتهائهم من الصلاة، وتم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية 2، فيما خرج ذووهم رجالا ونساء وأطفالا في مسيرة اتجاه الدائرة الأمنية يطالبون بإطلاق سراحهم ويرفعون شعار الشعب يريد صلاة التراويح.